صباح الخير، انا الدكتور احمد منصور، اشتراك جراحه العظام. النهارده هنتكلم عن حاجه فيري كومن بنشوفها في عيادات البيدياتريك اورثوبيديك سيرجري، اللي هي تالفس كواني فيروس او كلوب فوت ديفورميتي. كلوب فوت ديفورميتي او تالفس كواني فيروس از وان اوف ذا موست كومن ديفورميتيز موجوده في الاطفال النيو بورن. خلاص، والموضوع بيبتدي ان يوترو. خلاص، وبيتولد الطفل ببوزيشن الفي بتاعته بيبقى فيها حاجه اسمها كيف. كيف يعني ايه؟ بيبقى فيها كيفس، بيبقى فيها ادكتس فور فوت، بيبقى فيها فارس في الهيل، وبيبقى فيها اكواينس في التندو اكيلس. اوكي، الديفورميتي ديت بتبقى ممكن تيجي لوحدها، خلاص، ودي الموست كومن فورم، او تبقى اسوشيتد مع حاجات ثانيه. خلاص، ولو هي اسوشيت مع حاجه ثانيه يبقى اسمها تالفس كواني فيروس، وليها اسامي ثانيه زي نيورو ماسكولار ديفورميتيز، زي مثلا عنده ارثر جراي بوزز، فالمشكله في كل الجوينتس. لكن الديباتيك تالفس كواني فيروس ديت از ان انتيتي لوحدها ذات وي شود بي اوير اوف في كل اورثوبيديك بيدياتريك كلينكس. مش هنتكلم كتير على الباثولوجي عشان الموضوع كبير شويه، اللي بس هنتكلم على الحاجه المهمه اللي عايز اتكلم عليها، المانجمنت. المانجمنت بتاع التالفس كواني فيروس از فيري امبورتنت. من حوالي 30 أو 40 سنه اور مور كان التريتمنت بتاعها موستلي سيرجيكال. خلاص، in the since the 1990s and after on ابتدى الموضوع يترند اكتر للبونسانتي ميثود اوف تريتمنت اوف تالفس كواني فيروس. دكتور بونسانتي developed his method of treating tallipus equino virus by serial casting of the deformity and correction, gradual correction of each element of the deformity weekly. Well, the casting ده بيبتدي from as early as possible for the first week after birth. ان احنا بنجبس كل اسبوع مره، وكل مره كل جبس بنكوركت حجم الديفورميتي. بنبتدي اول حاجه بالفور فوت، وبعد كده بنالاينت مع الميد فوت، وبعد كده بنالاينت مع الـ hind foot، وكل ده بيروتيت اراوند التيلس. At the end of the treatment المفروض بنكوركت الموضوع ده في 4 لـ 5 اسابيع في some serial casting. At the end of the treatment بيبقى لنا حاجه واحده اللي هي الايكوينس اللي هو سببه الشورت تندو اكيلس. commonly او most commonly ان احنا نعمل تنوتمي ولانكتنج للتندو اكيلس وكاستنج بيركوتينس تنوتمي وكاستنج للتندو اكيلس. خلاص، صعب قوي ان احنا نحاول تو لانكتن التندو اكيلس، ان في لانكتن التندو اكيلس باي ستريتشنج ات ممكن يحصل ميد فوت بريكج، فبالتالي يخش في ديفورمي ثانيه اللي هي روكبوت ديفورمي. فتو افويد ذس بروبلم وي شود جو فور تنوتمي اوف التندو اكيلس. فيري سمبل سيرجري، فيري سمبل بروسيجر، بتعمل في اوت بيشنت كلينيك ممكن بلوكال انستاتيك، وبيحط في كاست فور اباوت 3 ويكس. After that بنشيل الكاست وتحط في دينيس براون سبنت. دينيس براون سبنت دي بتقعد حوالي 3 to 6 months على حسب الحالة. في الأول بيلبسها 23 hours a day، وبعد كده بيوجي بيبقى night spent only لغاية ما يبتدي يمشي ويتحرك. ولازم have to keep a very close follow up للpatients ديت. Note on the side إنه لما بيجيلك حالة تالفس كواني فيروس always look for other problems. من الحاجات الكومن موجود فيها يكون معاه dysphagia في الهيب أو DDH، فهي should ask for an ultrasound to both hips to diagnose لو في early، لو في مشكلة في الهيبس نعرف نعالجها بدري. غير كده شكرا.